أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة رابع أشواط هذا الصباح. شوطنا الرابع مشاهدينا متابعين الكرام، وهو الشوط الخاص بالزبون المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا الصباح الجميل، في هذه الأجواء الرياضية، في هذا الجو الغايم على أرضية هذا الميدان. نسير مشاهدينا متابعين الكرام، ننطلق بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط واندفع بالصدارة منذ البداية. مبشر لسعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي، من بدأ يتقدم، من بدأ ينطلق، من بدأ يندفع بناموس هذا الشوط. الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. المركز الثاني أرى التقدم والتسلل والانطلاق لراهي بشعار خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري. نتابع المركز الثالث، أرى التقدم والتسلل لمستحيل لعلي بن مصبح بن مفلح الاكتبي، ولكن من الجانب الآخر القدوم والتسلل لهداد للسلطان بن راشد بن قشيم الشامسي، يتقدم في هذه اللحظات بدوره مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات الهرشة بشعار وتقدم علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس يصل يتقدم الشبابي للسلطان بن محمد الملعاي، متابعا لتقدم الشبابي مع المركز الخامس والسادس. مشاهدينا متابعين الكرام، مستحيل لعلي بن مصبح بن مفلح الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى القدوم في هذه اللحظات. تاب غيث من بدأ يتقدم في هذه اللحظات، وسالم بن راشد بن محمد الغيلاني مقدما لهذا الاسم ياتي بدوره. مشاهدينا متابعين الكرام، مع المركز الثامن، المركز التاسع سياف لسالم بن علي بن خميس العويسي، ومع المركز العاشر نتابع وصول الرمادي لجابر بن خجيم بن عايض بن فري العذبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط، وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز مع هذه الأسامي العملاقة اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات الكبار ورقص الكبار على أرضية هذا الميدان. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع 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 التقدم والانطلاق بهذه الصورة الجميلة والخلابة من أرضية هذا الميدان. نتابع الهرش، نتابع الهرش اللي قاد المجموعة وانطلق بناموس هذا الشوط، يقدم علي بن سعيد بن مبارك الزرعي القادم من السلطنة بتحديات هذا الانطلاق المتميز. يلي مع المركز الثاني ياتي مبشر، ياتي مبشر يتقدم ينطلق يندفع مع المركز الثاني. مبشر يقود بهذا الاندفاع. سعيد بن فلاح بن يابر الاحبابي من يقدم مبشر مع المركز الثاني. ثالث المراكز يتوصل في هذه اللحظات، ياتي راهي مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري. وعلى مستوى المركز الرابع شعارك يا سلطان يا بن راشد يا بن قشيم الشامسي على ظهر هداد ياتي بدوره. على مستوى والمركز الرابع خامس الانطلاقات، خامس التحديات، تصل الأسامي تباعا. وغيث غيث مع المركز الخامس في هذا الجو، أيضا في هذا الجو الرياضي، في هذا الجو الغايم ينطلق غيث مع المركز الخامس بتحدياته سالم بن راشد بن محمد الغيلاني. وعلى مستوى المركز السادس
الرمادي لجابر بن خزيم بن عايض بن فرج العذبي. يتقدم العذبي بهذا الانطلاق المتميز مع المركز السادس، سابع الانطلاقات، سابع التحديات. يصل يصل يتقدم يتقدم مشاكل لسعيد بن سالم بوثم العامري. ومن الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثامن، أرى القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام للشبابي للسلطان بن محمد الملعاي، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع نرى التسلل في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام بهذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله تبارك الله، وصلت الأسامي، وصلت الأسامي. وأرى هني أرى مستحيل بالشعار علي بن مصبح بن مفلح الاكتبي يتقدم بدوره مع المركز التاسع عشر. الانطلاقات لافي لمطر بن غدير بن محمد المزروعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. أكملنا النداء الثاني للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك الزرعي اللي بدأ ينفرد بناموسي هذا الشوط بتقدم الهرش اللي بدأ يندفع، اللي بدأ ينطلق، اللي بدأ يغادر بناموسي هذا الشوط. علي بن سعيد بن مبارك الزرعي يقدم الهرش بهذا الانطلاق وبهذا الانفراد الواضح والباين مع الكادر، الفوقاني لقناة دبي ريسنج. نتابع الهرش القادم من السلطنة بتحدياته، بانطلاقاته الجميلة، باندفاعه الرائع، بسيطرته المتميزة على مقدمة هذا الشوط. ولكن مبشر مع المركز الثاني لسعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي، ياتي بدوره مع المركز الثاني، المركز الثالث، يصل شعار ايضا بوثم في هذه اللحظات مع مشاكل سعيد بن سالم بوثم العامري، مقدما لمشاكل مع المركز الثالث، المركز الرابع. يتسلل يتقدم غيث لسالم بن راشد بن محمد الغيلاني. وعلى مستوى المركز الخامس القدوم التسلل مع الرمادي لجابر بن خزيم بن عايض من فرج العذبي، ياتي مع المركز الخامس مع الكوكب الخماسية بهذا الانطلاق المتميز وبهذه العروض الجميلة والرائعة. نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة. بدينا نغترب ايضا مع الحزام الغابات الاخير والمنعطف الاخير في تحديات هذا المسار المتجدد، الثمانية كيلومترات الحاضرة في هذا الصباح. ولكن أرى هناك الهرش ينفرد بناموسي هذا الشوط. انباعد المسافة، ير الشوط منذ البداية بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصا راقدة وآمنة مع هذا الانطلاق المتميز. علي بن سعيد بن مبارك الزرعي متابعا لتحديات الهرش، ولكن مبشر بدأ يقلص المسافة، ما بينه وما بين الهرشة. مبشر سعيد بن فلاح بن يابر الإحبابي متابعا منطلقا بتحدياته. مبشر مع المركز، الثاني، المركز الثالث، مشاكل لسعيد بن سالم بوثم العامري. ومع المركز الرابع ياتي غيث لسالم بن راشد بن محمد الغيلاني. المركز الخامس، ياتي شعار العذبي بتحديات الرمادي جابر بن خزيم بن عايض بن فرج العذبي. يتسلل بدوره، يتقدم مع المركز الخامس. وعلى مستوى المركز السادس شعار خليفه بن سعيد بن عبيد الحميري مع راهي. ولكن بدت الاسامي، بدا الزحم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المراكز المتقدمه بعد المغادره، للوحه الاثنين كيلومترات، والاتجاه السليم، الاتجاه الصحيح الى خط النهاية. ولكن الهرش، ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة. ما شاء الله
تبارك الله، عروض جميلة يقدمها الهرش في صباح هذا اليوم لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي، منفردا منطلقا مندفعا من ناموس هذا الشوط، ولكن مبشر بدا يشكل الخطر مع المركز الثاني لسعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي. المركز الثالث أراهني ايضا القدوم في هذه اللحظات، والتسلل لغيث مع المركز الثالث سالم بن راشد بن محمد الغيلاني مقدما لغيث مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار سعيد بن سالم بثم العامري ياتي مع مشاكل، يتقدم ينطلق على مستوى المركز الرابع، ولكن لنا عودة مع الصدارة ولوحة الكيلو المتر الأخير ما شاء الله تبارك الله. مع هذا الأداء المتميز اللي قدمه الهرش ينفرد بالصدارة، ينفرد بالمقدمة منذ البداية. يا الشوط أهالي السلطنة هم الأقرب لناموس هذا الشوط، ولكن مبشر القادم بكل قوة مع هذا التحدي. سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي مقدما تحدياته، مبشر بدت الأوامر بدت التعليمات، انطلق الجميع بتحديات هذا الشوط. الهرش على الصدارة، الهرش على المقدمة، علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، ولكن مبشر بالخير، انطلق بناموس هذا الشوط بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي أيضا من قدم الأسهام العملاقة في هذا العالم الساحر منذ فترة طويلة، يقدم مبشر بهذا الانطلاق المتميز. وهالي العين هم الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للعين، سلام، اسعدت صباحا مع هذا الانطلاق المتميز. تهانينا لسعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي على فوز مبشر بالمركز الأول، وبدون أي منافس بدون أي منازع بدون أي تعليمات يقترب من خط النهاية. تهانينا والسلامات عيناوية في هذا الصباح بتقدم مبشر. تهانينا لسعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي، لحظات وصوله واقترابه من خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول الهرش مع المركز الثاني لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي. المركز الثالث ياتي مهدي بشعار سعيد بن سالم بن غصنة العامري. المركز الرابع من الجانب الآخر مستحيل لعلي بن مصبح بن مفلح الاكتبي. ومع المركز الخامس طلاقة الرمادي لجابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني 12:53 جزء واحد من الثانية هو توقيت مبشر. تهانينا لسعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي على فوز مبشر بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني الهرش جاء بتوقيت زمنيا مقدار 13 دقيقة لحظات الوصول إلى خط النهاية، وخمس ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الهرش أيضا مع هذا الانطلاق المتميز علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، واللي وصل مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، جاء مهدي بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة 12 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن سالم بن غصنة العامري، تهانينا للجميع والناموس.